طبعا مشكورين على تواجدكم اليوم. بعطيكم نبذة عن البرنامج الوطني لدعم المبدعين. طبعا وزارة الثقافة أجرت منذ بداية الأزمة أزمة كوفيد دراسات أولية، وبذلك نطلق البرنامج لدعم المبدعين المتأثرين. في هاي المرحلة طبعا احنا نبغى نركز على الفئة المبدعين المستقلين اللي هم الفريلانسرز والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك بنفتح باب للتقديم على الدعم لمدة 7 أيام اللي بنستقبل فيها الطلبات. وعندنا معايير واضحة ومدعومة، ولازم تكون مدعومة بوثائق رسمية للحصول على هذا الدعم.